بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه هي بارتنير نوفو موديل، فيها موتور كيما سي 4 كيما 307، انما تيربو صغير 1.6 اتش دي، مولاهاش كيما التيراج كان ما تيريش وكان سخنت معاش تخدم، وفيها دخان ابيض. بون عندنا شك في الكاتاليزر مسكر، باش نفكو الكاتاليزر ونشوف. هذا أول حاجة الشام باش نعملوها. علاش ما عملتش نواسي؟ لا نفكو الطولة هذه اللي فوق. عندنا الطولة اليمينيوم هذه نفكوها، بعد هذه الجوج ما نكسرناش. ضيق عليه نح ديريت هذا باش ما تكسرش. ما نحبش تنحى هذاك اللي تكسر. انا ما نحبش تنحى ديريت هذاك. شو ذاك هنا ديت هاي لا وهذا الاخطاء فيه 5 بولنات ولا قداش، ولا 6 اخطاء الالمنيوم، هو يغطي على الكاتاليزر يغطي على الكاتاليزر ويغطي على التيربو عنده هو اخوه. فوالا هذاك الخطا كان. تعال نجيو للتيربو، التيربو هاو هذا هي التيربو نتاع ال 1.6 التيربو الصغير. هذا الموتور هذايا ما يمشيش على 407، يمشي على البارتنير، يمشي على السي 4، يمشي على الاكسبير، هذا خاطر التيربو الصغير. اما هو الموتور نفس الشيء 1.6، يفرقوا في التيربو ويفرقوا في الكاتاليزر. طيب هذه الكاتاليزر باش نفكوه ونشوفوه، نحاولوا نشغلوها من غير كاتاليزر شوفوها يعني تتسرحش. فيه كولي من هنا شدة وفيه كولي من لطف. طيب ربيت يمين يسار شوي شوي وندوروها. السلام عليكم. والله السلام. هذه كلي شد الكاتاليزر من فوق. نوسعوها شوي بالترنيفيس باش تخرج وتخلي مكانها، خاطر هي كي تكبس عليها تتسكر بطبيعتها. خليها كيكا تو بعد نجبد الكاتاليزر. ما تخرجش الا ما تخرجش. هذه كولي تاعنا مازال تو. شنو كولي من لوطا فكيناها من فوق
من لوطه نفس الشيء فيها كولي هو نفسه كما الفوقاني كما لوطاني نفس الموديل في الكاتاليزر نتاع البارتنير هذه 1.6 اتش دي كيف كيف هي تين فكوها كولي فكناها خرجوها من مكانها كما خرجنا الفوقانيه بالضبط نقوى عليها كما عملنا الفوقانيه نحاول يعني نفتحوها على زوز كاني نوسعوا فيها مش نجموا نخرجوها من مكانها تو فكينا زوز كوليات هو مثلا عندنا البنات اللي شادينها هو من نقطة سيبور عنده هو زوز بونونات من نقطة زوز بونونات من نقطة هم بونون هذا يشد في البلوك ويشد في الكاتاليزر واحد من اليمين واحد من اليسار هذا لازم نفكوه من الزوز هذاك تشوف فيه هذاك البونون فكينا زوز بونات اللي راكبين في الكاتاليزر مناطق في البلوك وتو باش نحو الكاتاليزر تو باش نفكوا الكاتاليزر هذا الكاتاليزر خرج من مكانه شوفوا اما اسهل تخريجه من فوق ولا من لوطه والاحسن تقريبا من لوطه لان من فوق المكان ضيق الا اذا كان اللي يحب يخدم في الساعه ينجم يفك الراديتير ويفك اللافون تاع تاعها كل لا تنفخ ما خلي غاديك مش مشكلة طب احنا خلي غاديك باش نشوف ثبتو اذا ثبت لي في التربو مش مكسر مكسر احنا فكينا التربو هذي على خاطر عنده مشكلة دخان وعنده مشكلة في التيراج وشكينا في الكاتاليزر وشكينا في التربو طب باش نكملو نفكو التربو ونشوفو اذا كان التربو مكسر ولا لبس عليه ماك زيت خارج فما زيت خارج من هنا من التربو اي زيت حي فما زيت خارج من التربو من هنا معناتها فما مشكله في التربو نجم يكون تربو نجم يكون زاد بيستون كسر كي تكسر بيستون زاد تعمل تخرج زيت مغادي كانه تربو طب باش نحاولوا نخدموا السياره من غير المحرك من غير كاتاليزر ونشوفوا فماش مشكلة وفماش تضيع زيت فماش حاجة خدم ترى دي ماري
مكسر معناتها كنا شاكين في كتاليزات. تو بون احنا شاكين كنا في كتاليزات. تو فما اشكاليه ثانيه، يا اما التربو هذا يكون مكسر وهو فيه جيل محل، يا اما ينجم يكون حتى الديفو هذا تعمل حتى بيستون كذا مكسر فصل فصل المحرك، تبدا سقمون تبدا سقمون مكسر ولا حاجه تعملها. اول حاجه لازمنا نجربوا بتربو اخر باش نشوفوا هل ترى الديفو تاع الزيت يبطل معاش يضيع ولا لا.